السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. على وقع اتفاقات جديدة ونقاط مشتركة تمكن من خلالها الإطار التنسيقي من إيضاح رؤية المنبثقة من الالتزام بمقررات الدستور، واللي أحدثت ثقبا في جسد الأمة الأزمة السياسية، في بالتالي أن الوصول إلى حل يبدأ من جلسة البرلمان، وهنا الحل أصبح متاح أكثر من أي وقت مضى. هاي الجلسة اللي كما تشير تسريبات أن انعقادها راح يكون الأسبوع المقبل، أي بعد زيارة الأربعين، لتسمية ما تبقى من الرئاسات، رسم معالم المرحلة اللي تعقب تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات. فالمطلبين الأخيرين باتا يحظيان بإجماع سياسي منقطع النظير. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة، في أكبر وأعظم حدث يشهد توافد هذا السيل البشري الممتد على طول أرض العراق، حتى سمي المسير بالنهر الثالث لتحشد الملايين على خط واحد. بالمقابل كلما زادت أعداد الوافدين تزداد المسؤولية الملقاة خصوصا على عاتق المؤسسات الإعلامية لنقل الصورة الحقيقية والإيجابية لهذه المناسبة المقدسة، مع ضرورة حفظ الاعتقادات دون التعدي على أي مفصل من هذه المناسبة. مشاهدين الأحبة، هذه الملفات راح نناقشها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. تطورات الأخيرة بالأزمة السياسية اللي كما يبدو أنه راح تكون من الماضي بعد التقارب الأخير في الرؤى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي والسيادة، التي ستفضي حتما نحو جلسة تصفر فيها الخلافات ويؤذن للعد التنازلي البدء بتشكيل الحكومة ورسم خارطة المرحلة. مشاهدين، نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد مشاهدة تقرير مراسلنا علي حبيب. بعد وصول الأطراف السياسية إلى قناعات نهائية بضرورة إنهاء الجدل وأمد الأزمة التي تعايشت مع البلاد لقرابة العام، جاء موقف البارتي والسيادة داعما لتلك الطروحات وصولا للمضي بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ففي اجتماعهم الأخير المنعقد في أربيل، الذي مثل إجابة رسمية لدعوة السيد الصدر لهم بالانسحاب من البرلمان، فهذه الرسالة الموجهة إلى الأخير أكدت اتفاقها على حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة، لكن بعد تهيئة متطلباتها القانونية. وهذه النقطة التي تلتقي فيها هذه الجهات مع دعوات الإطار التنسيقي الذي رحب بها فيما بعد. فهذه المتغيرات الجديدة التي أطلت على المشهد السياسي سرعان ما خطت لتؤسس لمرحلة جديدة تتبعها خطوات تكميلية على صعيد الاستحقاقات الدستورية أولا، فتشي ترجيحات صادرة من إقليم كردستان أن جلسة نيابية ستعقد بعد زيارة الأربعين مباشرة، مع قرب وصول الحزبين الرئيسين إلى مرشح توافقي لرئاسة العراق. وفي جلسة الانتخاب ذاتها سيكلف الرئيس مرشح الإطار لرئاسة الحكومة. وثاني هذه القراءات أن لجنة ثلاثية من الإطار والسيادة والبارتي سينقلون هذه المقترحات إلى الحنانة على أمل عدول الصدر عن مطالبه بحل البرلمان قبل أي شيء آخر. هذا الحراك السياسي الذي يرفع من رصيد النتائج الإيجابية ويضاعف دعائم الخلاف في المشهد الثابت منذ مدة، بغية أنضاج المبادرات والالتقاء عند النقاط المشتركة التي تعجل في الاتفاق السياسي الذي ربما يكون وفق ضمانات معينة، فالمعادلات الحالية لا يمكن أن يغيرها شيء سوى التنازلات التي تحتاجها المرحلة الآنية كمسار يضمن الوصول إلى الرؤية الجذرية والشاملة. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيوفي الأكارم الأستاذ محمد الحمد الكاتب والصحفي، أهلا مرحبا بك أستاذ محمد ضيفي الكريم. وكذلك أرحب بضيفي الكريم السيد سوران داوودي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ينضم معي عبر سكايب. سيد داوودي أهلا ومرحبا بحضرتك. وأيضا ينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أهلا بكم ضيوفي الأكارم. أبدأ مع حضرتك أستاذ محمد الحمد، لما نتحدث عن التقارب اللي حصل في الآونة الأخيرة، قبل أن نحكي على الدعوات، دعوات من التيار الصدري بانسحاب الكتل السنية والكردية من البرلمان وإنهاء عمل البرلمان، وبالتالي أصبحت المواقف مغايرة، كيف تصف هذا التقارب اللي حصل مؤخرا؟
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لحضرتك وإلى مشاهدي الكرام مشاهدي قناتكم الفضائية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبعا في البدء يعني هذا التقارب الذي حصل في الآونة الأخيرة ولو جاء متأخرا لكن خير من ألا يأتي، هو الإحساس بالمسؤولية على اعتبار أن البلد يمر الآن بمنحدر خطير مهدد بفتنة داخلية، ولله الحمد ربما تجاوزناها عما حصل في الفترة الأخيرة أمام استحقاقات مهمة جدا وتحديات خطيرة سيما الموازنة. الكل يعرف وكل القادة السياسيين وكل الكتل السياسية أن 1/1/23 لا مجال لصرف دينار عراقي، وهذا أيضا ما صرح به رئيس مجلس النواب. إضافة إلى ذلك المحكمة الاتحادية أعطت قرارها بشكل واضح عندما استفتت، أو ربما هناك دعوة رفعت لها والتالي أعطت جوابها بشكل واضح بخصوص موضوع حل البرلمان وآلية حل البرلمان. وحتى لو الكتل السياسية متفقة عما أعلنته بأنها ستذهب إلى حل البرلمان لكن وفق الآليات والأطر الدستورية، والكل يعرف حتى الكتل السياسية رغم ما أخذته من وقت لكنها تعرف أنه لا مجال لحل البرلمان إلا طريق واحد، وهذا الطريق هو يكمن بأن يعقد البرلمان جلساته وأن يشكل حكومة. هناك قرارات للمحكمة الاتحادية سابقة بما يتعدل بتعديل قانون الانتخابات، وهناك قانون ملح له وقانون الموازنة، فبالتالي لا مجال ولا مناص إلا بعقد جلسات البرلمان. لكن هذا التأخير أنا ربما أخذه بحسن الظن وحسن النية، ربما الكتل السياسية أخرى أرادت أن تعطي وقتا لكي يتفق البيت الشيعي حتى يصل إلى ربما طريق معين إلى نقطة تلاقي بين التيار الصدري وبين الإطار كي ربما لا يحرجوا مع حليفهم القديم الذي أيضا هو ترك العملية السياسية دون حتى ربما مشاورتهم، وهذا أيضا ما صرحوا عنه. هناك بعض الأعضاء أو القيادات في البارتي صرحت بأن انسحاب التيار الصدري لم يكن حتى بعلم من قبل هذه الكتل. لذلك أن تأتي متأخرا الآن خير من أن لا تأتي، لكن على البيت الكردي بالذات أن يقدم مرشحة، وكذلك أن ربما كما أعلن في البيان، لأن هناك بعض التسريبات أو بعض إشاعات تدور هنا وهناك بأن البيت الكردي لحد هذه اللحظة لم يتفق على مرشح لحد الآن، أو ربما هناك أبعد من ذلك بأنهم يريدون ربما طلب من الإطار بخصوص المرشح وما إلى ذلك. هذه ليست على بشكل رسمي، لكن نرجو ونتمنى أنه هذا الموضوع لا يكون ربما أيضا حديث الساعة القادم باعتبار الشعب العراقي اليوم يعاني كثيرا، ولا مجال من أن نستهلك وقتا أكثر من الذي استهلك خلال هذه الفترة بوجود حكومة يعني عبرت عن فشلها وأداها الفاشل بامتياز. نعم أستاذ محمد، خلينا نرجع للنقطة اللي ذكرتها ورحب من جديد بضيف الكريم السيد سوران داوودي، حياك الله سيد داوودي. يتفضل السيد محمد الحمد بأنه لربما أعطت الكتل السياسية الفرصة أمام الكتل الشيعية تحديدا لينظموا أمرهم، بالتالي الكتل الكردية هل حزمت أمرها وحسمت أمرها لاختيار رئاسة الجمهورية، أم أن هذا التقارب سيفاجأ بعقبات جديدة حسب ما أشار إليه السيد الحمد؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى مساكم الله بالخير. يعني بالنسبة للبيت الكردي ما زالت هناك مباحثات، ما زالت يعني البيت الكردي يعني مستمر في المباحثات، ولم لحد الآن يعني حسب علمي لم هناك تقدم، يعني المباحثات ليست في يعني ملف واحد، هناك عدة ملفات، وهذه الملفات الموجودة ملف رئاسة الجمهورية واحدة من تلك الملفات. ربما هناك يعني شيء مقابل شيء كما تعرفون في المفاوضات بين الأطراف السياسية، ولكن أنا بتصوري إن أي اتفاق يعني عندما يكون هناك اتفاق في البيت الشيعي فمسألة طبيعية أن يتفق البيت الكردي أيضا، يعني هذا مرتبط بذلك. حتى وإن لن يتفق البيت الكردي هناك آليات دستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، هناك يعني البرلمان، وأعتقد يعني حتى وإن لم يتوصل الطرفان الكرديان إلى أي اتفاق يعني يمكن لهما أن يذهبا إلى البرلمان كل بمرشحه، وذلك ومن يفصل يعني من يحسم هذه المسألة سيكون يعني الآن نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نعول على الفضاء الوطني وإرادة النواب في هذا المجال، وأعتقد يعني هذا مسألة رئاسة الجمهورية ليس بالمسألة الكبيرة أمام تشكيل الحكومة كما هي مسألة
الاتفاق البيت الشيعي. أعتقد اتفاق البيت الشيعي أهم من اتفاق البيت الكردي. يعني مهنا الاتفاقين مرتبطان سوية سيد سوران. وفي هذه الجزئية أنتقل للدكتور عدنان السراج. حياك الله دكتور وأهلا مرحبا بحضرتك. لما نتحدث عن هذا التقارب ونتحدث عن هذه المخرجات اللي أنتجتها التفاهمات، راح نتحدث عن قضية مهمة لربما الشروط والاشتراطات بين هذه الكتل ستكون حاكمة في هذه المرحلة، وطريقة التوافق كيف ستكون أيضا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك العزيزين الأستاذ محمد حمد، فترة طويلة لن نلتقي به، وأيضا لضيفك العزيز ولمشاهديك الكرام. أنا أعتقد اليوم عندما نتكلم عن الشروط التي يمكن أن تتوفر في أي حوارات مقبلة، بالتأكيد هناك سيكون حديث عن يعني مثل ما يقولون معطيات مهمة لكتل سياسية تريد كذا وتطرح كذا وتناقش كذا، إذا كانت فعلا تريد هي أن تدخل في حوار جدي. لكن أنا في تقديري اليوم المعطيات الإيجابية في هذه المرحلة قد سبقت المعطيات السلبية. اليوم عندنا العديد من المعطيات الإيجابية التي تشير على أن الحوار القادم سيكون حوارا مثمرا، ولو بتفاؤل يعني حذر. لكن أيضا هناك من يقول بأن المعطيات الإيجابية كثرت وزادت قوتها وحدتها، وهناك أكثر من 182 نائب قدموا طلبا لعقد جلسة مجلس النواب، هناك لقاء الحلبوسي بالسيد مسعود برزاني وبيانهم، هناك ترحيب من قبل الإطار التنسيقي ببيان يعني بيان الحلبوسي والمسعود، أيضا هناك تغريدة السيد المالكي بدستورية المواد الدستورية، كذلك التقارب الكردي الكردي، هناك مؤشرات على تقارب كردي كردي، كذلك هناك مؤشر إلى تشكيل لجان أو لجنة فنية للذهاب إلى السيد الصدر ومفاتحة السيد الصدر. أيضا هذه الأجواء الإيجابية، أيضا هناك اتفاق كامل على براغماتية العمل القادم والخروج من لا دولة إلى الدولة، إلى مفهوم الدولة، تنشيط مجلس النواب، إعادة الحياة له، التوافق على رئيس الجمهورية، تكليف رئيس الوزراء. وعندما نتكلم عن هذه المرحلة بالتأكيد سيكون هناك مجالات الحديث عن يعني ما يريده الأطراف، ما تريده الأطراف للنجاح المرحلة القادمة. المرحلة القادمة مرحلة حساسة، هناك قناعات سابقة كانت تشير إلى أن هناك تشنج، هناك عقد موجودة بين الأطراف السياسية. حلفاء السيد الصدر كانوا مترددين في إظهار يعني رغباتهم ونواياهم في مسألة عقد جلسة مجلس النواب أو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن لابد أن نشير أيضا أن هناك أيضا ضغوطات تكاد تكون محلية أو إقليمية قد مورست أو دولية قد مورست على الأطراف السياسية السنية بشكل عام أو الكردية. لكن خلينا نسير بهذا الطريق وأقول اليوم أي لقاء يتم في مسائل تتعلق بالخروج من هذا الانسداد السياسي لابد للجميع أن يستمع للجميع، ولابد أن نكون أمام صورة حقيقية. ماذا نريد من المرحلة القادمة؟ نريد حكومة، هذه الحكومة يجب أن تكون قوية، وطنية، خدمية، قادرة فعلا على تقدم الخدمات. هنا المشكلة، هنا أصل المشكلة. إذا كنا قادرين فعلا على أن نتفق على هذه الحكومة فقد نجحت العملية السياسية، وإن كنا غير قادرين يعني هذه الخلافات ستجعل الناس أيضا هي عدم ثقة بالسياسيين قائمة. هالدور نزيد الطين بلة، لكن خلي يتفقون على حكومة، والحكومة واضحة المعالم بحيث تكون قوية وقادرة على أن ترضي الشعب العراقي، وبالتالي أعتبره هو هذا النجاح الأكبر. طيب أستاذ محمد، يعني وفقا ما تفضل به الدكتور السراج، لاحظ أنه الإطار التنسيقي بقي مصرا على موقفه أن الحل لهذه الأزمة للذهاب إلى انعقاد جلسات مجلس النواب. هسه راح تنعقد جلسات مجلس النواب، توافقت بعض الكتل السياسية الكبيرة حول هذا الموضوع، وإن كان التيار خارج هذه المعادلة، تشوف أن هذه المعادلة راح تتمسك بقوتها وممكن أن تحقق تفاعلات؟ من خلال المؤشرات الموجودة لا أعتقد أن التيار هو خارج المعادلة، بأن هناك ربما بعض اللجان التي شكلت وسوف تقوم بزيارة الحنانة، أو هناك بعض الأطراف المقربة من السيد مقتدى الصدر الآن ربما تتباحث مع الإطار على الكثير أعتقد من الأمور. هذا ما ربما بعض التسريبات لن تترشح حقيقة للتأكيد لحتى هذه اللحظة، والدليل على ذلك حتى هذه اللحظة أنه حتى الآن لم نسمع ردة فعل من قبل التيار الصدري على بيان الذي خرج من قبل تحالف السيادة مع البارتي، وكان هم أقرب ربما الحلفاء لتيار الصدر بالمرحلة الماضية. إذن هناك شيء طبخ ربما بالخفاء، نتفائل ربما بإيجابيته في تقريب وجهات النظر. والإطار صرح، لا ننسى ذلك، صرح مسبقا
أنه حتى وإن انسحب التيار الصدري من العملية السياسية لكن سيبقى موجود حتى في النقاشات وفي حتى إقرار القوانين الهامة لا يمكن ربما الذهاب بها دون أخذ رأي ومشورة التيار الصدري. وكذا الحال بالنسبة للحكومة العراقية، وعرضوا عليهم أن يدخلوا أيضا في تمثيلهم في داخل الحكومة العراقية. كل هذه الأمور أعتقد هي الآن هي قريبة إلى الواقع، وكلها تعطي مؤشرات إيجابية بأننا سنمضي بعقد ربما جلسات. لكن الأهم هو مرشح الإطار. مرشح الإطار لحد الآن الموقف الإطار ثابت على مرشح السيد محمد الشيعة السودان، لكن بعد التباين الذي حصل من خلال تصريحات بعض قادة الإطار، هنا نضع حقيقة أكثر من علامة استفهام. لماذا تخرج هذه التصريحات الآن عند كل تقارب، وخصوصا بعد بيان تحالف السيادة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ يعني حقيقة على الإطار التنسيقي أن يكون واضحا ببياناته، وكذلك يكون واضحا بمواقفه. من غير المعقول أن يصدر بيان يمثل الإطار ومن ثم يخرج قيادة في الإطار بتغريدة حقيقة تغير تماما بيان الإطار، وبنفس الوقت وكأنه يهاجم بيان السيادة مع البارتي. نحن اليوم الشعب العراقي ينتظر على حرم الجمر أن تهدأ الأمور، هذا بالدرجة الأولى، أن لا تذهب الأمور باتجاه تصعيد أمني لا سمح الله، وبالتالي تصبح هناك فتنة. وكنا حقيقة قاب قوسين أو أدنى من الصدام الداخلي. تريد الناس الهدوء بهذه الفترة، بهذه اللحظة تريد الناس انتظار مصالحها. الشباب العاطلين عن العمل يعني أكيد بالتأكيد هم لهم الأولوية الآن بالالتفات إلى مصالح الناس، إلى مشاكل الناس، إلى العاطلين، إلى الخريجين. إلى متى حقيقة نبقى بهذه الدوامة؟ وإلى نبقى في ظل هذه الحكومة التي أثبتت فشلها بامتياز؟ يعني إلى متى؟ فبالتالي على قادة الإطار أن يكونوا صريحين أمام الناس، إما أن يصدر بيان وأن لا تخرج خلفه تغريدات ربما تعاكس هذا البيان. وكذلك أيضا بالنسبة إلى إن كانت هناك مشاورات مع التيار الصدري، يجب أن تتبلور بشكل واضح خلال الأيام القادمة، لنعطي أعتقد جرعة أمل للناس وكذلك هدوء للشارع بأن الأمور ستمضي بالاتجاه الصحيح. هناك اتفاق على حل البرلمان، لكن ضمن الأطر القانونية والدستورية التي حقيقة متفق عليها الجميع. أنا فقط أريد أن أشير نقطة أشار لها الأستاذ سوران، أنه لحد الآن لم يتبلور إلى مرشح الحوار بين اليكتي والبارتي. طيب إلى متى سيبقى هذا الموضوع؟ يعني انه لحد الان لم يتبلور، خصوصا ان الجلسه الاولى يجب ان تقترن الموضوع نعم اختيار رئيس الجمهوريه وتكليف طبعا رئيس الموضوع وزارة. متعلق بحل بعض الامور بين البارتي واليكتي، وبعد ذلك تتحول القصه من البارتي مع الاطار بما يتعلق بامور كثيره، واعتقد البعض يقول انها يعني لا زالت التحالفات القديمه هي حاكمه. تقول لا مو التحالفات القديمه، اليوم ربما هناك مطالب تطرح على الطاوله، تعال انا لا اعقد جلسه الا ان تستجيب لكذا كذا كذا، هذا اكيد سيكون من ضمنها قرار المحكمه الاتحاديه التي ربما سيطلب بغض النظر عنه، هاي ربما تاتي في راس نقول في راس الامور. كذلك موضوع الموازنه ايضا يجب ايضا يتفق عليه ان تكون 17، ونعود مره اخرى لهذه الجدليه 13% لو 17%. اعتقد خلي يفكر الفرقاء بمصلحة البلد ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة أن يقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، لأن لا سمح الله إن ذهبنا إلى طريق مسدود ونذهب إلى الفتنة لا تبقى كتلة سياسية بالشمال ولا كتلة سياسية بالوسط ولا بالجنوب ولا بالغرب ولا شيء. طيب. يفهموا هذه الرسالة. طيب أستاذ سوران، لما تحدث عن اختيار الرئيس العاشر للبلاد، بالتالي شكل التحالفات بعدما تغيرت، أنتم في الاتحاد الوطني الكردستاني كنتم قريبين منذ البداية على الإطار، الديمقراطي أيضا بدأ الآن بالتقارب، هذه التقاربات راح تولد خلاف أم اتفاق داخل الكتل الكردستانية، وبالتالي مشروط أن في هذه الجلسة أن يتم اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء حتى نمضي قدما في الاستحقاقات الدستورية. نعم، نحن كان لدينا تفاهمات مع الإطار وما زالت هذه التفاهمات موجودة، وهناك اتفاقات مع الإطار التنسيقي، وأعتقد يعني الإطار التنسيقي لن يتنصل من هذه الاتفاقات الموجودة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار الوطني. لذلك أعتقد يعني صحيح هناك نوع من التغيير أو التغيير أو التحول في الاصطفافات السياسية الموجودة على الساحة العراقية، لكن نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني مواقفنا واضحة، نحن مع الإجماع الوطني، ونعتقد بأن الإجماع الوطني يعني بات قريبا، يعني وهناك يعني تقارب بين الأطراف السياسية،
واي اي اي اي, أي, أي قرار يعني من هذا الاجماع الوطني العراقي لمصلحه العراق الاتحاد الوطني الكردستاني معه. ونحن مساله محادثاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتمسكنا بالدكتور برهم، يعني هذه المساله تنطلق من الاراده السياسيه وليس من اجل وضع العقبات امام العمليه السياسيه الموجوده في العراق. يعني هذا اعتقد من استحقاقات الاتحاد الوطني الكردستاني. نحن يعني يجب ان اوضح هذه النقطه، كانت لدينا اتفاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في اقليم كردستان بان تكون يعني يكون هناك مثلا بعض المناصب للحزب الديمقراطي الكردستاني في اقليم كردستان مثل رئاسه الوزراء ورئاسه الاقليم، وبالمقابل يكون رئاسه الجمهوريه في بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني. يعني هذه اتفاقات موجوده، واعتقد يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما طالب بمنصب رئاسه الجمهوريه يعني طالبه في وقت كانت يعني الاصطفافات السياسيه والتحالفات غير هذه ما موجوده الان. يعني كان موقفه ربما اقوله كان اقوى في الماضي، ولكن هناك تحولات وهناك تغييرات، وعلى الجميع ان يستوعب هذه المساله، ويجب ان نكون واقعيين وننظر الى المساله بروح وطنيه. وكما انت كما قلت مصلحه العراق ربما هي يعني فوق كل شيء. طيب، عندما تكون مصلحه العراق فوق كل شيء دكتور عدنان، نلاحظ بان هنالك لجنه ثلاثيه ستنبثق عن الاطار والسياده والكتل الكردستانيه، و هذه اللجنة ستذهب إلى الحنانة لعرض ملخص الاتفاق على السيد الصدر. ترى مآلات أو مخرجات هذه اللجنة كيف تتوقع شكلها؟ يعني احنا الآن خلينا نتكلم ليس أمام مبادرات، نحن الآن أمام مواقف. يعني طيب، الاتحاد الوطني واجتماع السيد الحلبوسي بالديمقراطي سجلوا مواقف ولن يصدروا يعني مبادرات، يعني لن تكون مبادرة، إنما موقفهم من الانتخابات القادمة، موقفهم من رئيس الجمهورية، موقفهم من تنشيط مجلس النواب وهكذا. فبالتالي هذه اللجنة التي ستذهب إلى السيد صدر ستعرض الإجراءات، وليس هناك مبادرة إنما هناك الإجراءات والتوافق حول هذه الإجراءات. وبالتالي أنا أجد اليوم المؤشرات الإيجابية اللي تكلمت عنها هي اليوم حسب ما نقل الآن، قبل فترة كنت قبل ساعة كنت يوم جماعة يتكلمون عن لقاء السنة بين السيد الحلبوسي وبين السيد خميس الخنجر، يشيرون بوضوح على أنهم قد اتفقوا بشكل كامل وأنهم قد التقوا بالتيار الصدري، هكذا المعلومة تقول، ويؤكدون هذه المعلومة بأنه تم الالتقاء بالسيد الصدر أو سيكون هناك لقاء آخر، وبالتالي هم لديهم الضوء الأخضر بالمضي بإجراءات. ولكن ما هي حجم الإجراءات؟ الجميع يتحدث عن السقوف الزمنية، الآن نحن نتكلم عن سقف زمني. السيد مسعود البرزاني جعلها انتخابات مبكرة ولكن دون أن يكون هناك رأي في حل مجلس النواب وكيف ستجري هذه الانتخابات المبكرة. عندك السيد الحلبوسي طرح العشر نقاط مالته تشير إلى نهاية 23 تجري الانتخابات المبكرة، أي بمعنى تشكيل الحكومة يتم في نهاية أو الشهر التاسع من 24. والسيد الصدر كانت مقولاته القديمة هو حل البرلمان فورا. الإطار يرى بأن تشكيل مجلس النواب يعتمد حل ويعتمد إجراء انتخابات مبكرة على توفير الأجواء المناسبة للشعب العراقي لينتخب بشكل صحيح. نعم. تغيير قانون الانتخابات، تغيير هيكلية المفوضية العليا للانتخابات، إجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي، وبالتالي حكومة كاملة الصلاحيات. هذه الأمور كلها بالتأكيد هي مفيدة، وبالتأكيد ستصب في خدمة المشروع القادم ما بعد زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن نعم، أنا أقول مصلحة العراق إذا كانت بهذا العنوان فبالتأكيد نحتاج إلى أن يكون لدينا وقفات شجاعة، يجب أن تكون لدينا مواقف شجاعة. يعني هذا الخطاب يوجه إلى الأخوة الكرد، عليهم أن يجتازوا هذه النقطة، يعني لا نقف أمام نقطة معينة وبالتالي هناك تأخير كامل لمرشح رئيس الجمهورية، وفي الكرد ناس شخصيات محترمة ومعتبرة وتستطيع أن تمثل العراق مو فقط تمثل إقليم كردستان، ويستطيعون ترشيح هؤلاء. إضافة لذلك اليوم مرشح الإطار التنسيقي هو مرشح معتدل مستقل معروف بنزاهته، ليس هناك أي اعتراض عليه. مع الأسف أسمع بعض الفيسبوكات وبعض الأشياء تشير إلى أن هناك مساومة على استبدال، هذا ليس صحيحا.
ويوم امس كان التصريح الصحفي او الاعلان الصحفي للاطار واضح جدا في انه السيد محمد شاع السوداني هو مرشح الاطار بعنوان الكتله الاكبر ما دام نحن نسير باتجاه البراغماتيه وباتجاه تاسيس الحكومه والدوله وما شابه ذلك ومؤسساتها، وبالتالي هذا القانون والدستور والسيد السوداني لن يعترض عليه احد، يعني حتى نقول نستبدله، واستبداله عمليه ليس بالسهله، يعني من ناتي بافضل من هؤلاء مثلا خلينا نقول، فلذلك انا اشوف تسهيل الامور نحو حل قادم اتوقع سيكون هناك يعني مبادرات او ستكون هناك مواقف ايجابيه من كل الاطراف. كذلك الانظار ترنو الى ما بعد الزياره الاربعينيه لحل هذه المعضله، وكذلك سنخصص الملف الثاني لمناقشه الدور الاعلامي في هذه الزياره. قبل الدور الثاني عذرا دكتور عدنان تحيه لحضرتك، لكن شنو تفسيرك التغريدة الدكتور حيدر العبادي؟ بالنسبه للدكتور حيدر العبادي حقيقه هذه التغريده خارج السرب، يعني اليوم عندما نتكلم يعني خارج السرب شنو معناته؟ يعني اليوم اقول الاطار التنسيقي انا متاكد ما قلناه يا حبيبي حسب ما علمت انه الاطار التنسيقي عندما رشحه السيد السوداني كان اخر من يعني الجميع وافقوا عليه بما فيهم حيدر العبادي، وايضا في نفس الوقت كان السيد المالكي اخر من اعطى رايه في مساله السيد هناك من يوافق، لكن فذلك انا اصور هكذا تغريدات لا تصب في خدمه المجهود الوطني ولا مجهود الاطار خلال الفتره السابقه. طيب ننتقل الى الملف الثاني، اتقدم شكر جزيل السيد سوران داوودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني انضمت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك سيد سوران. ونتابع بعد الفاصل مشاهدينا الاحبه. من جديد حياكم الله مع ملاحظة التطور الكبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأمر يعمق من حجم المسؤولية بضرورة نقل الحقيقة وبيان الدور في نقل وقائع وتفاصيل وأهمية زيارة الأربعين، ومنذ أولى اللحظات بعد واقعة الطف تصدوا أهل البيت لهذه المسؤولية وتعريف الناس بما جرى في كربلاء يوم العاشر من المحرم. إذن مشاهدين نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلتنا نهى الشمري. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيفي الكريمين الأستاذ محمد الحمد والدكتور عدنان السراج، وكذلك سينضم معي عبر سكايب السيد حيدر المنقوشي مسؤول قسم الإعلام الدولي في العتبة الحسينية المقدسة. أستاذ محمد لو تحدثنا عن هذه الجنبة المهمة، الإعلام رديف في كل شيء، نصل إلى الرسالة الاتصالية في الميديا والسوشيال ميديا لهذه الزيارة الأربعينية وطريقة إحيائها كان لكم دور كبير أيضا في نقل معالم هذه الرسالة لسنوات طوال. هسه خلينا نحكي على جغرافيا الإعلام، يعني من شمال العراق إلى جنوب العراق والمسير نحو قبلة الأحرار، النقل المباشر وتوزيع المراسلين والتقنيات المستخدمة كيف تنظر إليها مع ازدياد هذه الأعداد؟ شكرا جزيلا تحية حضرتك مرة أخرى. طبعا احنا نتحدث عن أعظم ربما مسيرة أو أعظم شعيرة حقيقية يشهدها العراق، وأصبحت الآن فقط ليس العراق إنما تعددت وتوسعت هذه الجغرافيا أكثر وأكثر. لذلك حتى أدخل مباشر بالموضوع، نحن بحاجة إلى مشروع متكامل للزيارة الأربعينية. بمعنى؟ بمعنى عندك هيئة الإعلام والاتصالات؟ لا 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 تولت هكذا المشروع، اتحاد الإذاعات عزيزي كل هذه المشاريع احنا أيضا جزء من عندها، لكن ربما على 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 موضوع المؤتمر وعلى موضوع التنسيق. طيب لنقل الزيارة، نعم جهود جبارة ومشكورة عملنا فيها، لكن نحن نتحدث عن الارتقاء، نحن نتحدث عن الأفضل. طيب شلون؟ على اعتبار اليوم هذه الزيارة محاربة وعليها مشاريع خطيرة وخبيثة كثيرة، وهذا طبعا بحث اذا اريد ندخل به ناخذ وقت طويل، ليش الزياره محاربه وشنو اسباب الحرب على الزياره. لكن انا اليوم عندي هكذا شعيره كبيره مقدسه بتعداد مليوني لم تشهد لها مثيل على مستوى البسيطه. طيب كيف اتعامل مع هذا؟ اليوم يراد مشروع. المشروع تقوم به المرجعيه الدينيه العليا، تقوم به العتبه الحسينيه المقدسه، ما لا ادري. لكن هذا المشروع عندما يتفق عليه واحول الزياره الى اعطيها الطابع العالي، واليوم العتبه مشكوره جهه تخطي هاي الخطوات بدعواتها لبعض الشخصيات، لكن ايش يحتاج؟ يحتاج اقامه مهرجانات، لان اليوم هو المراه الاعلام مراه عاكسه لواقع لحدث. اليوم اذا ماكو حدث مهم الاعلام ماذا يفعل؟ يركز على المسير، عدد المسير، الخدمات المقدمه، ما الى ذلك، جوانب من الثوره الحسينيه، العبره، العبره. نعم يحتاج ربما الى توأمه مع قنوات عربيه وعالميه اخرى باعتبار ان هناك عرب يأتون من هذه البلدان، نحتاج
إلى أن نتعشق بين قنواتنا الموجودة في العراق وبين القنوات الأخرى حتى نعطي هذا الطابع ربما الإقليمي والعالمي، وهذا أيضا تدخل بهذا الإطار. لكن الأكبر من ذلك أن يكون هناك مشروع خاص بالزيارة من أول يوم محرم إلى غاية 20 صفر. مثلا مهرجان يبتدئ من يوم 1 إلى 10، هذا المهرجان يدعى له ضيوف من الداخل والوضع الإسلامي العربي والإسلامي وحتى العالمي، ومن ثم قبيل الانطلاق لزيارة، أو يبقى المهرجان من 10 محرم ولغاية 1 صفر، أيضا مهرجان ثاني أيضا يتم الدعوة فيه حتى الإعلام. ماذا يحصل الآن؟ يصير نقلة عالمية كبيرة بالزيارة، مو مقتصرة فقط على الزوار. نعم الزوار يأتون من كل بقاع العالم، لكن حتى نعطي هذا الزخم وكذلك التغطية الإعلامية الكبيرة حتى تصل مداها، ومن ثم يكون مهرجان ثالث ربما يكون في أكثر من مكان، لأن على اعتبار اليوم على امتداد الجغرافيا العراقية هناك أماكن مزدحمة جدا وتبقى لأيام. مثلا طريق نجف كربلاء، هذا المكان يبقى مزدحما لأكثر ربما من 10 إلى أسبوعين، يبقى في هذا اللي باعتبار كل الخط الجنوبي. نعم. وحتى من الدول الأخرى تأتي ضمن هذا الخط، وحتى الذين يأتون من خارج العراق ينزلون في مطار نجف الدولي. نعم. ومن ثم يأتون سيرا على الأقدام إلى كربلاء. نعم. فبالتالي هذه مسافة 80 كيلومتر إلى 90 كيلومتر، أن تصار إلى عقد أكثر من مهرجان، تدخل في باب الارتقاء بحالة الوعي، عالمية الزيارة، ما إلى ذلك. اليوم نحن أمام مشكلة بالنسبة للمجتمع العراقي، هو موضوع الوعي. اليوم لو يصير تركيز باستثمار هذه السفرة المليونية اللي يفرشها أبو علي، أبو عبد الله سلام الله عليه، وهذه الهدية الكبيرة التي يقدمها أيضا رغم يعني إضافة إلى دمه الشريف ودم عائلته، اليوم يقدم لنا هذه السفرة الكبيرة المليونية البشرية. ماذا نصنع لهذه السفرة؟ ماذا نصنع لهذا المجتمع؟ ما الذي يجب علينا فعله؟ حقيقة بحاجة إلى مشروع كبير متعدد الاتجاهات والجوانب، ارتقاء بموضوع الوعي، إعطاء عالمية للزيارة وثقافة حسينية عالية، أن تصل معاني النهضة الحسينية لكل بقاع الأرض، لأن هذه المهمة، وبذات الوقت شرح المشاريع التي للأسف تحارب هذه الشعيرة المقدسة. ينضم مع عبر هاتف السيد حيدر منقوشي رئيس قسم الإعلام الدولي في العتبة الحسينية المقدسة. أستاذ حيدر حياك الله، استمعت لما تفضل به الضيف الكريم أستاذ محمد الحمد بإقامة مهرجانات، وأنتم كقسم متخصص وتابع العتبة العلوية متخصص في الإعلام الدولي، هذه المهرجانات وهذه رسالة اتصالية والمحافظة على عالمية الزيارة الأربعيني ونقل هذه الصورة، كيف تعاطيتم مع هذا الملف؟ نعم، السلام عليكم، حياكم الله وحيا الله جهودكم وبارك الله بكم، ونرحب بكم وبالأخ الضيف. يعني أنا ما تعرضت على الأخ الضيف اللي أنا التحقت مؤخرا. تصحيح أول المعلومة، مسؤول مركز الإعلام الدولي في العتبة الحسينية المقدسة. حياكم الله. حيدر منقوشي وياكم. بداية يعني يجمع المعنيين في الصحافة والوكالات الدولية والمفكرين وغيرهم أن زيارة الأربعين لا يوجد لها نظير من حيث الأعداد المليونية الهائلة التي تحيي مراسيمها، ويضاف إلى هذه الميزة العددية الكبرى ذلك الجلب الطوعي الكبير الذي يتم تقديمه على شكل خدمات متنوعة لهذا التجمع البشري الاستثنائي. يعني لو تجد انه لو تشاهد ان هنالك عدد كبير من الوكالات الدوليه تغطي هذه الحشود المدنيه، ولكن مع الاسف هنالك تغطيه غير تشويه لصوره من جانب، ومن جانب اخر هنالك خلل في نقل المعلومه. أنا أريد أولا أوضح مسألة معينة، مركز الإعلام الدولي، أنا أريد أعطي قبل ما أبدأ بالحوار أنه مركز الإعلام الدولي يعني بنقل الحقيقة كما هي ودعوة الشخصيات المؤثرة على المدار العام. لذا الإعلام الدولي دعا شخصيات على المدار العام للتعرف على النهضة الحسينية المقدسة عن كثر. نعم. لذا وهذا الآن طبعا بسبب الأوضاع اعتبرت الكثير من الوكالات التي دعمناها من تركيا. نعم. من بريطانيا هنالك وكالات، ولكن مع هذا الأوضاع حضرت بعض الوكالات وقنوات منها قنوات من كندا لدينا، وقنوات أخرى. نعم. من تركيا، اليوم كانت لدينا قناة تركيا وقناة خاصة العربية أيضا تنقل اليوم إن شاء الله.
بالتالي كل هذا الحرص على انجاح هذه الزياره من الناحيه الاعلاميه، ايضا نلاحظ هنالك توجهات مغايره. دكتور عدنان يا ريت تشاركنا الراي، هسه احنا عندنا في غرفه الحصاد سوينا بحث سريع ورصد للفضائيات الدوليه المهمه، الحره مثلا شفنا موقعها انه تعتيم كبير على الاعلام العالمي من قبل الاعلام العالمي تجاه اكبر مسيره بشريه في العالم، يعني ما عندها خبر غير خبر واحد على موقعها بتويتر انه من هو المنشد الاشهر والاكثر جدلا في العراق، ماكو انه حشود الزائرين، توافد ناس من 80 دوله اجوا العراق، هذا ابدا ما صار هذا الكلام، فقط على جزئيه وجدليه ركزت على هذا الموضوع، ليش هاي الانتقائيه بالاخبار والتعتيم الاعلامي؟ يعني مثل ما تفضل الاستاذ محمد الحمد، انا يعني اثني على ما تفضل به، لكن خلينا نتكلم مثل ما تفضلت على الاعلام، والاعلام بشكل عام لن يسلط الضوء على هذه التظاهره المليونيه الضخمه الحقيقيه، وبالتالي تجد هذه الجموع التي تزحف من اذربيجان، من القرم، من افغانستان، من ايران، من تركيا، من الخليج بكل دوله، من لبنان، سوريا، لندن، امريكا، في كل دول العالم يتجهون الى قبلة الأحرار، إلى كربلاء المقدسة لإحياء هذه المناسبة، لن تأخذ حقها في الإعلام لأسباب عديدة. هنا أنا يجب أن نتوقف كثيرا، هناك حواجز عديدة تمنع من أن تنشر هذه وسائل الإعلام وتتوسع جغرافية النشر الإعلامي لهذه التظاهرة الضخمة الفريدة من نوعها والإنسانية في طرحها. يعني هي لن تكون تظاهرة سياسية ولن تكون تظاهرة ذات أبعاد معينة أو طائفية أو ما شابه ذلك، فلذلك أنا أتصور هذه التظاهرة توجه لها قيود إعلامية ضخمة، واحدة منها الخوف من وحدة الشيعة كما يدعون، مع أنه أغلب الذين يؤيدون مثل هكذا تجمعات قد لا يكونون أيضا من الشيعة، قد يكون هناك من طوائف أخرى حتى غير الدين الإسلامي، لكن بشكل عام هناك دوافع طائفية تمنع من أن تستعرض هذا الوضع وتسلط الأضواء عليه. هي مو فقط أن تنشر خبر وتمشي، لا، تسليط الضوء عليه. اليوم مظاهرة بسيطة تطلع بساحة النسور، قبل أسبوعين هم يهيئون الأجواء لها إعلاميا، ليس في العراق فحسب إنما في الخارج، ويجعلوها وكأنما تظاهرة ضخمة، ملايين 40 مليون يخرج بهذا الطريق بهذه الأسلوب بهذه الوسائل المتعددة، لن يسلط عليها الضوء. لذلك يجب أن ندرس أولا الجانب الطائفي، جانب مهم جدا يمنع الكثير من هذه الممارسات ويعتبرها هذه إشارة إلى وحدة الشيعة، وهذا قد يضر الطائفيين الذين يعني لا يهمهم إلا أن يكون المسلمين في خلاف. الأمر الثاني الرئيسي في هذا الأمر، هناك من يعتقد بأن هذه المسيرات إنما توظف سياسيا وتؤخذ سياسيا بعناوين مختلفة. تعرف العالم اليوم مع الأسف الشديد أصبح العدو الرئيسي لهم إيران، وأصبح العدو الرئيسي لهم الشيعة، حتى العرب، أنا أتكلم عن المسلمين العرب قبل أن يكون الأجانب الذين يصيغون مثل هكذا إشاعات، وأصبحت إسرائيل الوديعة والتي يجب الحفاظ على أمنها. إضافة إلى أمور أخرى، تقصير الإعلام وتقصير المعنيين في العراق من أجل أن تروج هذه العملية ويسلط الضوء عليها، ويعني رفع الشبهات عن بعض الأشياء التي ترافق مثلا زيارة الأربعين أو ما شابه ذلك، لن نستطع أن نوفر الأجواء. المؤتمرات اللي دعا لها السيد محمد ومن يدعو لها والمهرجانات وتوفير الأجواء قبلها وبعدها هي اللي تخلق فد نوع من أن هذه المسيرة مسيرة إنسانية ومهمة. يعني لحد الآن نحن نتكلم عن مسيرة غاندي، مسيرة الملح، نتكلم عن مسيرة مرتضى، ونتكلم عن هذه المسيرات الضخمة. لماذا لا يسلط الضوء على هذه المسيرة الإنسانية؟ في مجال عملك لمدة طويلة في إدارة الفضائيات وكقائم بالاتصال، اليوم فضائياتنا هل يعني على قدر المسؤولية لهذه الرسالة الاتصالية مع تزايد هذه الأعداد الغفيرة سنة عن سنة؟ شوف قنواتنا أستاذنا العزيز رغم إمكاناتها، لكن أنا كنت حاضر في كل سنة في لجنة الأربعين، وعلى قدر الإمكان اللي موجود هي اللي حقيقة استطاعت وبقوة بنقل هذه الشعيرة وعكس حقيقة الحالة المتمثلة بالعبرة والعبرة الحسينية في مسيرة الأربعين والأعداد. كل القنوات الموجودة تسخر كل إمكاناتها من واحد محرم تبلش وحتى 20 صفر لتنقل حقيقة هذه الشعيرة، وتركز تركيزا مباشرا في آخر أسبوعين
من تقريبا 10 او عفوا من 8 10 صفر عفوا 1 صفر او الى 5 صفر وصولا الى 20 صفر، باعتبار اول مسير تبدا ب 1 صفر الى 5 صفر من راس البيشه من البصره. وتبدا حقيقه النقل المباشر عندنا من وتعاون الكوادر فيما بيننا، وكذلك مشكوره العتبه العتبتين الحسين والعباسي التي حقيقه تقدم التسهيلات والتنسيقات والتعاون حقيقه المشترك، حتى في زمن كان ربما كان هناك بعض القنوات هي التي تعطي حقيقه كل البث المباشر بالنسبه الى قنواتنا، ولحد الان هي تنجز حقيقه ما مطلوب منها، لكن نحن نتحدث عن الارتقاء اكثر واكثر باعتبارها قضيه حسينيه المفروض ليس لها حد وكذا. اليوم العتبه الحسينيه في كل سنه حقيقه جزاها الله الف خير هي تدعي حقيقه وفود وشخصيات على مستوى العالم، هذا ما شهدناه طبعا في كل سنه عتم هذا المشروع الخاص وهذا وهذا البرنامج انا اسميه. هناك مواكب فتحت باسم فلسطين وعلماء موجودين من باقي الديانات وايضا من باقي الطوائف والمذاهب، لكن نحن نتحدث عن مهرجانات مركزيه ضمن مشروع برنامج عمل مكثف اللي هذا يكون كامل، الاعلام يكون واحد من ادواته. وانا افصل الاعلام عن الموضوع الاعتبار اليوم ثاني استاذ محمد عفوا داخل وخارج العراق طبعا طبعا هذا قصدي هذا المشروع يكون متكامل، مو فقط انه الاعلام يكون جزء من عنده صحيح. يعني مشروع ضمن خطه مركزيه كامله تتعلق من الان. اليوم اقيم مهرجان مثلا، اقيم مهرجان مثلا بعد عاشوراء يتحدث عن الاربعينيين، اوعدوا بشخصيات عالميه جدا بالاختصاصات المختلفه، بالتالي هذا الاعلام العالمي كله راح يجي عندي ويصير نوع من التنسيق بين اللجان الاعلاميه لعكس حاله الزياره. فقلت لك الموضوع هو بحث حقيقه طويل بحث طويل انا حتى لقيت من عنده يعني فقط نقطه اخيره انه اكو حرب على الزياره مثل ما تفضلت حضرتك. هذه الحرب ليش على الزياره؟ لان الاربعينيه تفشل كل حربهم الناعمه خلال سنه، لذلك ياتي هذا الموضوع. لكن هذا الموضوع الان ما يفيدهم لا حره ولا عربيه ولا ما اعرف هاي القنوات الاخرى ان يفيدهم حقيقه هذا الموضوع. ليش؟ لان اليوم اكو سوشيال ميديا، واحنا شفنا اليوم اللاعب الاكبر اليوم المهم سوشيال ميديا. اليوم صوت الحسين واصل الاعداد الغفيره المشاهد الانسانيه حقيقه المالها مثيل بالعالم والكرم العراقي اعتقد هو هذا وصل للناس. نعم استاذ حيدر، يعني لما اكو هكذا رؤى وافكار من الممكن هل من الممكن ان يعني نعمل فد ورشه او شيء معين بالتعاون مع مركزكم بالتالي نصل الى هكذا رسائل اتصاليه مهمه باختصار لو سمحت؟ نعم احنا بطبيعه الحال طرحنا هذا المشروع مع دار الاتصالات قسم نعم. الاتصالات موجود وزاره او مديريه الاتصالات واعلام الاتصالات لطرح مؤتمر الديار الاربعينيه نعم. خاص بالاعلام يعني قدر الامكان نحن نتداول معهم لتثبيت نقاط رئيسيه للخروج بافضل نوع من الصحفيين يعني نعم. كما يعلم الاخوه ان الصحفي يذهب للخبر المهم يعني كيف انه النحل يذهب على الاماكن اللي يجذب من عندها الخبر او العسل، لذا الصحفي لا ياتي الى مثلا زياره الاربعينيه يقول هذا مذهب. نشكرك شكرا جزيلا سيد حيدر المنقوشي مدير مركز الاعلام الدولي في العتبه الحسينيه المقدسه، أثريت الحوار والشكر كثير لجناب الأستاذ محمد الحمد الكاتب والصحفي والدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أثريت الحوار في ملفين. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.